وأنا تفاجأت مثلكم. رحنا على البرج، برج غلطة، المنظر من فوق بجنن، وهنيك كتبوا كتابنا. بتمنى تجربي هالشعور وتعيشي هالسعادة إن شاء الله. أخي السلطان بهالتصرف فرجى الناس قديش أنتي مهمة عنده، ومن اليوم ورايح ما حدا رح يسترجي يجيب سيرتك بكلمة سيئة. ما تكوني كتير متفائلة، زواجك صحيح رح يسكت الناس بس رح يخلق مشاكل أسوأ. وليش لا تصير أسوأ؟ على أساس ما بتعرفي؟ سمعتي شي مرة سلطان تزوج من واحدة ما بتقدر تجيب الأولاد؟ أنا بس عم أقول الحقيقة مو أكتر. دائماً في أول مرة، هيك الحياة بتقول. سلطانة فاريا، السلطانة الأم بعتها وراكي وبدها تشوفك. عن إذنكم. ادخل. تفضلي. مولاتي السلطانة، حبيت بارك لك يا فاريا. زواج مولانا منك بيعطيك سلطة وقيمة كبيرة. من اليوم ورايح الحرم لك بيتك ومأواكي، والكل رح يعاملوكي هون بلباقة واحترام. هذا من لطفك وكرمك طبعا. بصراحة أنا لازم تعرفي أني لو ما كنت راضية عن هالزواج ما كان ممكن يتم. أصلا بحالتك ما في لزوم أمنعه. معلومك بالحرم لك إذا ما عندك ولد فقوتك معدومة، ومولانا تزوجك أصلا مشان هيك شفقة يعني. جايبتيني لتأذيني وتزيدي جروحي ولتعذبيني، بس معلش قبلانة ما رح امنعك. بس ولا يخطر لك انه السلطان تزوجني لانه شفق علي. لو هيك كنت بعرف، لان الشي الوحيد اللي شفته بعيونه كان العشق. يلي عم بتسميه عشق صعب يعيش. شو رح تساوي لما مولانا يعشق غيرك؟ عائشة عند أولاد بيعوضوها شوي، بس انتي شو رح تساوي؟ ولا تنسي اللي ماله جذور بالأرض صعب انه يصمد كتير. من أول عاصفة الريح بتوقعك. لاليزار، خدي فاريا خانم. فاريا السلطانة، خديها على جناحها فورا، وكالعادة بتطبقوا كل شي حسب الأصول. تحت أمرك يا سلطانة.